كومباريزون ده عندكم جدول ويعمل لك الحركه دي مش لازم يكون كومبير في جدول يقول لك كده give an account on general gross character of carcinoma sarcoma ما في حاجه microscopic character of carcinoma sarcoma incidence والجنرال كاركتر اوف كارسينوما سيركوما. فالجدول مقارنه ما بين كارسينوما سيركوما كتير جدا. وفيري كومن في الامتحان بالطريقه دي نسبته 75%. لان ده اخر حاجه للفهم في التيومرز. حضراتكم لو قارنا ما بين الكارسينوما والسيركوما از ريجارد نمبر 1 الجنرال كاركتر. الكارسينوما والسيركوما مين فيهم؟ بيناين مين فيهم مالينت؟ جوز مالينت. مين فيهم بنايم وفيهم مين مالجنت؟ مين مالجنت؟ يعني الاثنين لهم رابيد ريت اوف بروليفريشن ولهم باور اوف في حد زعلان؟ في حد متضايق؟ حلو ولكن مين مور رابيد ريت اوف بروليفريشن؟ ساركوما ساركوما اشمعنى؟ لان بالميزنكايم خلاص لان ميزنكايم والميزنكايم فيرتش ان بلاد بريس فالفاسكولاريتي خليها تتكاثر كويس لكن مين فيها لها مور باور اوف انفيجن تخرج؟ كارسينوما. ليه الكارسينوما؟ لان الدور عاوت لان الكارسينوما طالعه من الاندوثيليا والاندوثيليا كان الاول تحت الميزنكاي وفي الدفرنشيشن عمل الانفجريشن انفيجن عشان يوصل لبعض فبيقلل الاصل فاهمين النقطه؟ فاز ريجارد باور اوف بروليفريشن ساركو سرعه التكاثر as regard the power of invasion carcinoma عشان قدرة او الاميريولوجي التكوين في الاول ان هو عرف يخرج فبيكمل بيقلل اصلا لكن literally كلمة كارسينوما جاي من كلمة كارسينوس وكارسينوس يعني كابوري جراب فلو قال لك جروس بيكتشر لكارسينوما اوصف كابوريا ما تفكرش كابوريا كابوريا والكابوريا اللي قدامك مش مستويه شفت الكابوريا انا بعد كام سنين في قادمه لو ان حد هو يسقط يبقى هجيب له شكل الكابوريا عشان ابقى سنين على الصفحه لو قال لك ساركوما كلمه سار ليترالي معناها لامب اوف فلاش كبره الاحمال فجروسلي اوصف قدامك كبره الاحمال فين؟ جريت الاكس كيو ويتش اوف ذا فولوينج ان فيفر اوف كارسينوما عن ساركوما كار كابوري صار حته لحم عشان ما تدوش لو انت كنت النقطتين دول في صورتين قدام ناخد الصورتين مكبرين واتش اوف واتش وانتوا مش فاهمين اي حاجه مين كارسينوما مين صار صار ليه مين اشبه للكابوري مين اشبه للحمه واضح تعالوا نقارن ما بينهم نمبر 1 ديفينيشن مين فيهم مالجنت تيومر اوف ميزنكاي اوف ايبيثيليوم ها ساركوما ولا كارسينوما ايبيثيليوم كار النقطه اللي بعديها انس مين موست كار سار ولا كار ولا جاما كار هتعرف ليه الايبيثيليوم سيركس ومن بوت فهو اللي بيتعرض للريتيشن لان الزنكاي محمي بيه. النقطة اللي بعديها مين الايج بتاعه؟ يوجوالي سن كبير اباف 40 كارسينوما ليه؟ لان له علاقة بالريتيشن فعشان يحصل ريتيشن محتاج تعيش لفترة الجنرال طبعا لكن الساركوما ملهاش علاقة بالريتيشن جينيت فبتيجي في سن صغير يوجوالي بلوت وايت از ريجارد ريت اوف جراس مين رابط؟ الاثنين رابط لكن مين مور رابط؟ صار از ريجارد المود اوف جراس الاثنين يعملوا انفيجن ويعملوا اكسبانشن مين مور انفيجن ذان اكسبانشن؟ انفيجن اكثر كار كابريال بارجو ابيثيليا مين مور اكسبانشن اكثر انفيجن بس فيها طبعا انفيجن السار حته لحم. تعالوا نقارن ما بينهم جراسه. واول نقطه السايز. مين ليس بالكي
ومين مور بالكي. بالكي يعني مين؟ ليس بالكي يعني حجمها مش كبير قوي بس هو كبير. لكن مور كبير قوي لان هو كبير قوي. بالكي ليس بالكي ده بتعدى اسرار التكاثر. مين اكتر؟ كبريايا ولا حته لحمان؟ ايه المنظر؟ ما تبقاش تكسروها كده عشان تقطعوا معايا. خلينا في الكابوريا واللحمه تاني. طب اعتبرنا ان الدكتور بلوك شاف الكابوريا. في ناس ما شافوهاش. ماليش دعوه. النقطة اللي بعديها كونسيستنس. مين يوجوالي هارد؟ كارسينوم. مين يوجوالي سوفت؟ ساركوم. مين فيها الكالر؟ يوجوالي جريش. كارسينوم. هي الكابوريا مش مستوية. الكابوريا مستوية بيقولوا لنا ايه؟ الاحمر بالعكس الشيب اهم حاجه في الشبله دي يعني اتهرست. مين ينفع يطلع من سيرفيس وتطلع من سوليد اول؟ لكن مين ما ينفعش تطلع الا من سوليد اول بس؟ يعني هو في جاي في السيرفيس جاي في السيرفيس ده الزومبيز عارفينهم؟ تلاقي حاجات كده مقطعه وحاجات غريبه. احنا ما عندناش سيرفيس كفر من بره واللاين من جوه كتير بتعكس. اوعى من دون التفاصيل اللي احنا اوريدي عينينا. از ريجارد تحت الميكروسكوب وده كان الفهم العميق. نمبر 1 السيلر انابليزيا. مش كنا بنقارن بين البناين والمالجنت بالسيلر انابليزيا والديفرنشيشن والكلام ده؟ نفس الكلام كارسينوما سيركوما. مين فيها السيلر انابليزيا بتبقى ماركت؟ صار ولا كارب؟ ليه صار؟ سرعة التكاثر عالية. وأنا بقيس سرعة التكاثر في الأنابليزيا والهيستولوجيكال ديفرنشيشن، صح كده؟ لكن مين لسه مار؟ بس في أنابليزيا، طب البراين تيومر أخبار الأنابليزيا فيه مايلد ولا إيه؟ ها؟ الأنابليزيا في البراين تيومر يا مايلد ولا لأ؟ مفيش خالص. أنابليزيا إيه في البراين تيومر؟ إيه كمان؟ الهيستولوجيكال ديفرنشيشن. مين الهيستولوجيكال ديفرنشيشن فيها بيعتمد على السيل ارينجمنت ترتيب الخلايا؟ كار ولا سار؟ بث ما بيعتمدوش بس انت بتالف. مين فيها السيلر ديفرنشيشن يعتمد على السيلر ارينجمنت؟ والاجابه كارسينوم. ليه؟ لان دور الابيثيليوم بيعمل ارينجمنت. فالابيثيليوم في الثيرويد يعمل فوليكل. الابيثيليوم في البنكرياس يعمل لنا داكتس. في البريست فاهمين اللي انا اقصده؟ لكن في الساركوما هل خلاياها مترتبه اساسا؟ يعني هل خلايا الجلد بتعمل شويه فات بتعمل شويه فايبرز؟ ما بتعملوش. نوت ارينج نوت كوهيزم حتى. فعشان كده بيعتمد على السكريشن او البرودكشن. فلو لقيت مالجنانت سيلز بزنكايم مطلعه فات يبقى دي ديفرنشيتد لايف. بطلع اوستيويد يبقى هو ديفرنشيتد اوستيويد. فالسيلر ديفرنشيشن ان كرر سينوما ديبند اون الارينجمنت. لكن الساركوما ديبند اون السكريشن البرودكشن. واضح؟ النقطه اللي بعديها اللي هي التكبير او تفيمك اللي قبليها. مين فيها خلايا تيومر بتبقى ديسكوهيزيف يعني نان كوهيزيف مش ملزقه ببعض ما بتعملش جروب؟ ساركوما. لكن مين خلاياها تبقى كوهيزف؟ الكارسينوم. النقطة اللي بعديها هتجيبوها بالسهولة. مين فيها بلاد فيسل؟ بتبقى قليلة اه لكن معمولة كويس. لأن سرعة تكوينها كانت أبطأ شوية. كارب. لكن مين فيها خلايا بلاد فيسل نيومرس لكن معمولة بشكل وحش؟ لأن سرعة التكاثر بتاعتها كانت عالية. ساركوما. فبالتالي مين اللي هيبقى فيها ماركت أريز أوف هيمرج أند نيكروزس؟ ساركوم. ليس ماركت اريز اوف هيمرج اند نيكروزس الكارسينوم.
as regards the spread, if you spread direct to distance, means spread direct to distance. It's true. أكيد الاثنين. لا الاثنين فرانك ماليك. لكن مين فيها السبريد الديستنت ايرلي مور كومن لينفاتيك؟ كارسينوم ايرلي مور كومن بلاد. يبقى ساركوم. انت تدافع. واللي بيدافع عندنا وبتهور السؤال ده بنعتبره اهدى. مين فيهم السبريد بوث لوكال وديستنت؟ كارسينوما وساركوم. الاثنين. فاهمين حاجة؟ الاثنين فيهم دايركت وفيهم ديستنت. مين فيهم الديستنت؟ مور باي ليمفاتيك كارسينوما. مور باي بلاد. واحد. اللي بعده تيومر ارايزنج فروم هيماتوفيتيك الباراجراف ده طبعا تنفع عليه ده دلوقتي اسيتد هيماتوفيتيك الليمفاير. مش هنجيب لك هنا نقول لك عرفنا الليمفوما عرفنا اللوكيميا. فاهمين حاجه؟ تنفع عليه طبعا. بس جت قبل كده زمان في الاكس كيو which of the following tumor is not benign. راحوا قالوا لهم لايكوما هيمانجيوما سوري اندروما ولينفوما. ما مش اي اوما تبقى بينات فبالتالي الليمفوما ما فيش حاجه اسمها بينات ليمفوما. الليمفوما از اولموست اولويز بانيك. النقطه اللي بعديها اذر بينات بانيكنت تيومر ده اللي عملوا عليه الكيس في المودل اكزام ودي بيجيبوها ريدل. ممكن يروحوا راعين لكم كيس سكوب السيل كارسينوما ويقول لك جيب انا كاونتر تراكتوما. انا متوقع حاجه زي كده. التراكتوما تيومر حلو ولذيذ المفروض بيشد انتباهك. فاكيد كلكم تعرفوا التراكتوما. في حد ما سمعش عنها خالص؟ التراكتوما احكي لكم بس دي بتبقى بنت او عيل صغير بس كوملي بيبقى بنت لسه مولود او لحد سن 20 سنه من صفر ل 20 يبقى عندها كيس لاحد المبايض عندها او عيل عنده كيس للخصي او اي حد ولد او بنت في منطقه السانترو سنجيال ميد لاين عنده كيس يجي يفتح الكيس ده يلاقوا الرقبه شعر اسنان ثيرويد وبرين ساعات مش جوه كيس والمنظر ده احنا دلوقتي خدنا التيومر مونوكلون خليه واحده جنين وبدات تتكرر والشعر والسنان كلهم خلية واحدة كسر. لأن التراتوما ده مش بولي كلون. التراتوما ار كومبوزايت تيومر. تعرف يعني ايه كومبوزايت؟ مركب. كومبوزايت تيومر. قلت لي تراكس برايم فرحتني ده ولكن أهم شرط إن كل التيشيز اللي أنا قلتها دي فورين تو ذا سايد بار. يعني هل نورمالي الأوفري في شعر؟ الأوفري في بنت دلوقتي الاوفر بتاع الشعر في واد التست بتاعته فيه اسنان مفيش ده اهم شرط في التراتوما. الديفينيشن اوف تراتوما از كومبوزايت تيومر تو ديستراكشن رايت فروم ايتو ديال فيزو ديال ايتو ديال ولكن اهم شرط اول اوف ذيس تيشو ار فورت ديساين فورت. لان حضراتكم بعض الديفينيشن الايديولوجي اللي انا ممكن اختصره بسهوله جدا ايه السيل اوف اوريجين اوف تراتوما؟ ناو ايديا الموضوع انتهى. التراتوما خليه واحده جنينه مين خليه؟ توتي بوتن جيرم سنتر اسمها كده ده السؤال اللي جابه لكم في المود اكزام توتي بوتن جيرم سنتر. يعني ايه توتي؟ يعني توتي بوتن يعني بوتنشيال يعني الخليه اللي لها القدره لعمل اي حاجه من الانسان. الانسان ده بجلد قدره كان خليه واحده اسمها زيجوت. دلوقتي انقسموا 2 و2 انقسموا 4 و4 انقسموا 8 و8 انقسموا الى 16 اسمها مرحله البلاستوسيست المورف. هل جسمنا متركب من 16 خليه دول؟ لا. يعني هل في خليه عملت رجل وعمليه خليه فاهمين؟ في بعض الناس بتعرف تنزوم تخيلي الكلام ده؟ حضراتكم نو. اللي عمل جسمنا كله كان خليه واحده. على طول. امال بقيت 16 عملوا ايه؟ اسكيب البلاسينتا الاورجنايزر اللي هو بيقدر يعمل خلايا جسم واحد تاني. وراح حصل لهم ارست في الاوفري او الجونات اللي هي الاوفر والتستس والميد لاين ستراكشر. فبعد ما الانسان اتكون قرروا ان هم يتكاثروا يعملوا اخوه توام بشكل متلخبط.
كل الهاكس لا. ايه السيل اوف اوريجين اوف تراتوما؟ توتي كوتن جيرمس. حضراتكم بعد كده الايدج التراتوما كوملي بتطلع في سن صغير من 0 ل 20، ولكن ممكن نشوفها في اي سن، ولكن كوملي بتطلع في العيال الصغيره. جراسلي وتحت الميكروسكوب مع بعض بنقسم التراتوما لثلاث مجموعات. اول مجموعه من التراتوما بيسموها ماتيور تراتوما، اسمها ايه؟ ماتيور مش ناضجه زي ما الناس بتترجمها. الماتيور يعني بناين. الماتيور تراتوما يعني بنلاقي الخلايا، الخلايا دي كلها ماتيور. يعني ايه ماتيور؟ يعني ما بقاش كرايتيريا اوف ابليسيا، يعني ديفرنشيال. حضراتكم الماتيور تراتوما كل الخلايا التيشو اللي موجوده هو هذا الكيس، هو هذه الماس ماتيور، مش كرايتيريا اوف ابليسيا، ناضجه مش ناضجه، ديفرنشيال. لان الماتيور تراتوماز دي نرجع نقسمها لمجموعتين، يا اما التيشوز دي جوه كيس بنسميها ماتيور سيست تراتوما، اللي اشهر حته بتطلع فيها الاوفري، وطالما ان الكيس ده معمول من جلد بنسموها الدرمال سيست اوف ذا اوفري. الكيس اللي عملها لكم في الموديل اكزام تشخيصها كده ماتيور سيست تراتوما بين قوسين درمال سيست اوف ذا اوفري، اللي هي مكتوبه عندكم عنوان، لان بتبقى عباره عن كيس، الكيس معمول من جلد وهو شعر واسنان وثيرويد وبرين ستراكشر كامل اكتوبيز واندو دارك. الكيس بيبقى فيه اليفيشن اسمه درمويد ريتش تحت الميكروسكوب، كل الخلايا دي از ماتيور، يعني ما فيهاش كريتيريا اوف مالينجنس، ودي فيري رير تشينج مالينجنس، فيري رير، لان ممكن يبقى نفس المنظر وفي الاوفري او في اي حته بس الخلايا مش عامله سيست، الخلايا تيومر مش جوه كيس، دي بيسموها السوليد تراتوما. بيسموها ايه؟ والسوليد تراتوما اكتر شويه بتقلب سرطان عن الماتيور على السيستم او بس، لان في مجموعه ثانيه بيسموها اماتيور تراتوما. تعرف عن ايه اماتيور؟ يعني برسنتج جزء من تيشو في كرايتيريا اوف اناتيزيا، برسنتج اوف تيشو فيها كرايتيريا اوف اناتيزيا، وبيعتمد احتمال ان هي تقلب سرطان كل ما تزيد نسبه الاماتيور تيشو، ومعظمها بتبقى سوليد تراتوما، معظمها بتبقى سوليد تراتوما. ويفضل النوع الثالث او العيله الثالثه، ودي اللي جابوها ساعتها السؤال للاسنان، يعني الاسئله اللي مكتوبه عندكم في الموديل اكزام دي مش كامله، اللي جابوه في الاسنان كده قال لي اديني اكزامبل على مونو ديرما تراتوما. تعرف ايه مونو ديرما تراتوما؟ دي عباره عن توتي بوتنسيال كان لها القدره ان تعمل لك اي حاجه في جسمك، ولكن في بعض الاحيان التوتي بوتنسيال كلها تمشي في تكوين تيشو من ترم واحد، نوع واحد من التيشو، والاكزامبل عليها نوعين، لا اما شتروما اوف ريال، اثيك شتروما ده بلغاريا، بلغاريا في الوقت ده شتروما ده نهر السنافر في بلغاريا، يس، لان اللي كانوا بيعيشوا حوالين الناس اللي تشحن حوالين الانهار بعيد عن البحار بيبقوا حضراتكم مفيش ايودين في الامهات فبيتولدوا قصيرين، تعرف مرض اسمه كريتينيزم؟ ما خدوش الاوكراين اساسا. كريتين يعني كرمش. تعرف ازاي؟ الناس اللي بيتولدوا حوالين الانهار بعيد عن البحار دول ما فيش ايودين من امهم. فما بتدوهمش ثيروكسين وهم بيتكونوا. فلما يتولدوا يبقوا اطفال يبقى عندهم حاجه اسمه كريتينيزم، عشان كده بيبقى قصير. عشان يبان ان هو طويل تروح لابس طرطور عادي. زمان يعني الكلام ده كان 1500 وحاجه. فبيلبسوا طراطير عشان يبان ان هم طوال. وبيبقى عندهم مشكله في البرين، هم الجيومتري ريتارد. من اشهر حاجات في حكايه انك مخ شغال كويس انك تعرف تخرج حركه عينيك. كان بيبان ان هم محمولين. وما بيعرفوش يتكاثر كويس الارفيسيس عشان التيروكسين فبيجيلهم سيانوزس زرقان. فواحد دكتور انجليزي قرف طفل وراح طالع على هناك وبدا يكتب روايه او حاجه كده خياليه سماها سمابس. سمابس او السنافر دي كانت الناس بتحكي عن مرض ده، وعمل قصه السنافر واطلقوا اي حاجه لا علاقه بالثيرويد، اشتروما ليترالي يعني صنفور،
ولكن اي حاجه للثيرويد بيقولوا عليها شتروم. فكلمه شتروم اوفرياي مش معناها صنبور في الاوبري وانما معناها ثيرويد في الاوبري. فاهمين حاجه؟ لان الشتروم اوفرياي عباره عن مونوديرمال تيراتوما بحيث ان كل الخلايا اللي اتجننت عملت بيناين فانكشنينج ثيرويد تيشو. فما كان زمان في شفوي كنا بنسال السؤال ده، ينفع واحده ست عندها نورمال ثيرويد ريبريزنت باي ثيرويد سكوزس او هايبر ثيرويد؟ والاجابه يس شتروم اوفرياي. في حاجه زيها حاجه اسمها كوليوكارسينوما في الاوفري او التستس. كوليوكارسينوما ده مليجنت تيومر مكون من كوريونيك تيشو، والكورونيك تيشو هو اللي بيطلع اتس جي، والاتس جي هو الكورونيك جونادوتروبين ده اللي بنعرف بيه اختبار الحمل. فالدكتور مكرم ربنا يديله الصحه وقت الدور الثاني دخل قال ينفع راجل يعمل له برجننس تيست ويطلع بوستر؟ اه لو هو عنده كوريك كارسينوما ينفع بنت ما تبقاش حامل عندها بوست برجننس تيست؟ اه لو عندها كوريك كارسينوما في الاول ده في الصعيد يابا بنت تضحك يا شباب والله ما ظهر دي في بريزنت انا بطلع كبير بنت تيومر في الاول. فاهمين حاجه؟ اللي هو اسمه مونو ديرمال تيراتوما الخلايا كلها مش في سكن وان ده مفهوم. التيراتوما ثلاث عائلات ماتيور ودي لا اما سيستم ماتيور سيستم تيراتوما ولا اوفر ديرمال سيستم ضعف لا اما لا اما سوليد ماتيور. في عندنا الماتيور برسنتج اوف تيشو ماليجن لا اما مونو ديرمال في بيناين ده اشتروما اوفريال لا اما ماليجن زي الكارسينوي تيومر او الكوريو كارسينوما في الاوفري او التست. لان في عندنا كمان دي طبعا ماتيور سيستم تيراتوما تحت الميكروسكوب ده كارتج والاسبيراتري ايبيثيليوم وفات. من حيث تقلب سرطان مين اكثر تقلب سرطان؟ البرسنتج في الماتيور سيستم تيراتوما اللي تقلب سرطان اقل من 1% 1 2 السوليد تقلب نسبه اكثر. الماليجننت تقلب حضراتكم على حسب الماتيور تيشو تطلع في الفيزا والسكال والساكرو والسجيال والريترو والبروتينيا والبوستيرو والميديستايك بس الخازوق اللي ما عملوش عليها لاين استراكشر في النص. في حاجه ثانيه اسمها امبريونيك تيومرز مش ههتموا بيها قوي. برسنتج اللي بيجيلك في الامتحان مع العلم دي مهم وينزل السؤال فيها الديفينيشن. الامبريونيك تيومر او الديفينيشن هي عباره عن مالجن تيومر درايف فروم امبريونيك سيل ريمينانت. اي اورجن في جسم الانسان كان عباره عن خلايا واحده اسمها بلاست سيل. لو بدات تتجنن برضه نفس الكلام زي التيراتوم بينقسم في واحد بلاست سيل تقعد في الاورجن انتوا خدتوها تحت اسم يو ام سي عند فرشين زي كامل سيل. لو بعديها اتجننت بشكل مالجنت يطلع امبريونيك تيومر. الامبريونيك تيومر مالجنت تيومرز طالع من امبريونيك سيل ريمينت. دي مش بلوري بوتنت سيل ده مالتي بوتنت ستيم سيل بيسموها مالتي بوتنت بيسموها بلوري بوتنت. ولا فاهمين حاجه؟ التوتي بوتنت تقدر تعمل اي حاجه في جسمك. اما المالتي بوتنت البلوري بوتنت ما بيعملش الا نوع الانسجه اللي موجوده في الاورجن اللي هي فيه. حد فاهم حاجه؟ هو ده الفرق. يعني مين اكتر من حيث قدرتها على انتاج تشو؟ التوتي ولا المالتي بلوري؟ توتي طبعا. لان دي برضه نفس الكلام بتطلع في الانفنت والبتاع بس طبعا مالجنت خطيره جدا مفيش منها بيناين. تحت الميكروسكوب بريماتيف بلاس سيلز وممكن يحصل فيها ايبيثيليال وميزنكايمال ديفرنشيشن مش مهم قوي المهم الديفينيشن. فالاكزامبل اي حاجه تنتهي بلاستوما. لو جيت اوريكم عشان ما تنساهمش ادي اللي قدامنا ده واد نازل ميت في بطنه قد ايه؟ كان عنده نيوروبلاستوما. اليوبلاستوما لما ليه بنسيوما يطلع من السوبر ارينا الميدالا. السوبر ارينا الميدالا كانت خليه واحده اسمها نيوروبلاست. عارفين السوبر ارينا الميدالا دي موديفايد سيمباثيتيك جانكر
تعرف الكلام ده برضه؟ ايوه سمعت اهو، بتعرف سجان جابه زي الواد ده اهو، الواد اللي قدامكم ده شايفين المنظر، قعد فترة كده مولود لحد ما وصل سنتين، الواد ده أعمى. النورمال بيوم فينا عندنا مش أبيض، أسود، لأنه جوه الريتنا جيت بلاك، ده كده في تيومر جوه. لو تيجوا تبصوا في خلال الفترة ديت عينين طلعت، ده بيسموه نيوروبلاستوما، سرطان بيجي في العين الصغيرين. ايه كمان ده طالع من كده، ده حاجه اسمها نيفوبلاستوما، بيسموها ويلس تيوم امبريوم. ايه كمان ده ليفر، ده اسمه ميدالوبلاستوما. ايه كمان ده برين، ده اسمها ميدالوبلاستوما. مين فيهم بنعمل مين فيهم مريض؟ بلاستوما دي قاتله، بلاستوما قاتله، ما عدا عن مستواكم في السيستمك مش هيسالوك فيها، طعام في حاجه بلاستوما ما تموتش. مين هيربى بقى؟ اوستوبلاستوما. الاوستوبلاستوما دي بنعمل ستلب اكتر سرطان، وكنا دايما بنحسب التفريق ما بين الاوستوبلاستوما وما بين الله يرضى عليك. الاوستوبلاستوما من ايه؟ فرق الاوستوبلاستوما من ايه؟ استيوزوستيوما. استيوزوستيوما، تحياتي. مين لارجر يا يوسف؟ انا مش هفتكر بقى. لا ثانية لا بحش. مين بيلس؟ عم اقول لك اي حاجة تبقى لسه ماشي. المهم في حاجة بعد كده اسمها تيومر لايك ليجن، كل سنة بيجيبوها في الامتحان لسنة تالتة. الآن تكون تعمل بقى خلاص الانجليزة متعبة. تيومر لايك ليجنز، السؤال اللي بيجيبوه سؤال في الامتحان خازوق همرتوم، بيجيبوه السؤال كده في بنات كاونت همرتوم، فيعني يقول هي وصلت لدرجه انها ايه الهمرطومه دي؟ ايه الهمرطومه؟ مصيبه. التراتوما نتيجه ليه؟ وفيها كيس. مش هيجيبوها كيس ولا جوانا؟ ولو جابوها كيس هيجيبوا السؤال يقول لك قول لي مونو جاب التراتوما. بريريك تيومر ديفينيشن. دي هيجيبوها كام؟ الهمرطومة از نوت تيومر. الهمرطومة از تيومر لايك ديفلوبمنتال مالفورميشن. حضراتكم فورمد اوف نان كابسوليتد ماتيور تيشوز. حضراتكم بتطلع في السن الصغير بتبقى نان كابسوليتد، ولكن الخلايا بتاعتها هذا الهيرين. اهم كلمه في الموضوع ان هي ستوب جروينج افتر بيبرتي. انتوا مش فاهمين حاجه. الهمرتوما في خليه ولتكن مثلا خليه اندوثيليال سيلز بتعمل بلاد فيسل، المفروض ان خلايانا في تناسق ما بينها، معدل التكاثر في كلهم قد بعض، فيبقى شكل ايه؟ جميل مش مشوه. ولكن الهامرتومز في خليه سرعتها في التكاثر اكتر من اللي حواليها، فبالتالي هتعمل ناس تبقى نركع سوليس بلاد نورمال تيش نورمال سيلز دي جرو از وي جرو بتاخر اليوم دي ستوب لارج. ليه ستوب؟ ليه؟ لا ده ستوب. كان زمان بيحطوها تيومر، نوع دي ما بقوش بيحطوها تيومر. وضع الصور العجيبة اللي انتوا شفتوها دي لو الشوم عامل كده همرتوم طيب لو وان نيورفال كومبلوزيس همرتوم الهمرتوما is a tumor like it's not tumor tumor like developmental mass حضراتكم non capsulated that you grow as we grow but after puberty stop wrong some hamartomas are three cases الرقم دي مش tumor ولكن تقلب صرف. اما نيجي نبص كل الاكزامبل عليكم رغم ان انتوا ما خدتهمش كلهم. الهامرتومز اشهر حاجه لارج هامرتومز، ودي اللي بيشرحوا بيها كلمه هامرتوم. لو جيتوا بصيتوا معايا ده فور اكزامبل ليفر او لانج او اي حاجه اي اورجن هامرتوم، لانج هامرتوم كده هامرتوم. نفترض دي لانج اهي وادي دي ماس. لو جبنا اربع صعيص في السي تي في الام ار اي باي حاجه ورحنا قلنا له ايه دي؟ هيقول لك ماس تيوب، وفعلا هياخد منها بابس، ودايما البابس اللي بياخدها اكسجن، لان طبعا لو دي سرطان العالم الله يرحمه بروكا كارسينوما از اولموست اولويز فيتال. فلما جه خدنا منها بايوبسي شفنا المنظر ده. ايه بقى المنظر ده؟ شايفين التشو ده؟ المفروض تعرفوه ده كارتوش ده الكندروم، وادي هنا فيه ريسبيراتري ابيثيليوم، وادي بلاد فيسل، وادي سموث ماسل.
كل هذه الخلايا بالنسبه للسيركولاتوري يعني الكارتج والسموث ماسل والبلاد فيسل والفايبر تيشو بالنسبه للنظام سيل ايه كمان؟ في حاجات كتير قوي كانوا زمان بيقولوا عليها تيومر ولو ليفاتيومر زي الهيمنجيوما والليفاتيومر، تعرف الهيمنجيوما؟ هناخدوها ان شاء الله السنه الجايه. ان شاء الله بدا سنه 20. الهيمنجيوما اللي هو حمايز. تلاقي واحده ست كده مخلفه عيل وعنده وحمه كده حاجه حمراء. رقاق السمكه بتحرم على فراوله والكلب ما جابش وطلعت بقى في العيل. وساعات تبقى من فينس تبقى خضرا يقول لك كانت وحمه على جنبيه. هل هناك علاقه ان امه كانت بتتوحم على ايه ولو هو ما جابش تطلع الوقت؟ ولكن ده ذكاء من السيدات لان اكثر ذكاء السيدات ولا الرجال؟ السيدات طبعا. بيقول كده مش فاهم حاجه. لان الكرونولوجي لو في بنت سنها 20 سنه او 26 سنه هي عقلها عقل 20 هتسمع مخها ازاي؟ لكن اللي سنه 20 ذكر يبقى عنده 18 ولكن مين يتشيب اكتر؟ الرجال. دي سببين. الستات بطبعهم لازم يحملوا مشكلتهم لحد راجل. بلس بيتعرضوا للهرمونال تشينجز. يعني تخليهم حاجه زي سايكلوثالميا مايكولا جنان يعني. المهم في حاجه النيفاي، تعرفوا النيفاي؟ حسنان. همردوم. الاوستيكوندروما دي خدتوها. الاوستيكوندروما الزوايا العظميه. خلاص بقى خلاص. لسه بقول الستات عندهم مخ. الاوستيكوندروما والمالتيبل اوستيكوندروماتوز والنيورفاجوس. الهامرتوما حاجه كده باينه ان هي في البتنجان والله بيجيبوها سؤال في الامتحان بخمس درجات. خمس درجات. خلي بالكم من هذا الخشب. تبقى كبسوله ولا نقص؟ طب ليه نقص؟ لانها مش تيومر. لانها مش تيومر. طب تقلب صرمان؟ بس. في حاجه كمان كوريستوما تنفع عليها ده الاكتوبيك تيشو. الابيديميولوجي اوف تيومر تعالوا بقى عشان نخلص. شايفين الكلام اللي انا كاتبه ده؟ شكله حلو تصدق؟ اه تنفع عليه. لا ده احنا هتنفع على حاجات كتير قوي. عارفين الجينيتك بريدسبوزيشن تو كانسر اوتوسومال دوميننت انهيريتد ونفكر في انهيريتد سيندرومز جينيتك بريسبوزيشن حلو قوي. الاي بي سي جين وايه كمان يعني والريتوبلازما جين والاي بي سي جين وكلهم عباره عن تيومر سبريسور جينز ونوع الانهيرتنس فيها الاوتوسومال دوميننت. ارفع ارفع على امي خدوا المايكرو ارفع. خلي بالك المفروض ان تبعت لكم ورقه في الاند اوف اكزام ان الموليكولار بيزس اوف كانسر مش عارف عارف كلمه مفروض زي ما هو اكتر حاجه تفرق معاك. خلي بالك كان في حاجات في المايك ولا حاجه بيشرحوها فجايبينها بتوع المايك من شكل والله اسمع كلام. الحاجات اللي بيبقى عليها اكزامبل الام سي كيو اللي موجود وانا مطيها في ورق الام سي كيو بتاعي رايحين لورق الام سي كيو بتاعي لكن دول ما تذاكرهاش اكونت دول ما يتذاكروش اكونت الا حاجه فيها هقولها دلوقتي. اوتوسومال دوميننت الكلام العكس ده طبعا اللي عاوز يذاكرها اكونت يحفظها مفيش اي مشكله خالص.
عمري ما هاف وده مستقبله يعني. شايفين الالوان ده بقى؟ ده جه غازوه السنه اللي فاتت. بنعرف ده بتاع انت. لا لان ده لازم تعرفيه. لان ده حاجه مهمه. يا جدعان السمر كان دوميننت ايه اللي يجيبوها؟ احنا ما عندناش وحده جينات جوه الواح عندنا في الباثولوجي. اللي يجيبها ده مين اشتغل عندنا ويشخص بال ار بي جين ولا الريزو؟ انا عارف اساميهم عشان انا درست. تعرف ان احنا ما عندناش وحده موليكولار عندنا جوه الباثولوجي؟ يعني نجيب لكم كلام انشا لكن ده مهم عندنا. في حاجه اسمها نون هيريديتري بريسبوزيشن تو كانسر اللي جابوها السنه اللي فاتت باسمه اسمه اكواير بريديو بلاستس. وده خايف منه لو كان جاب لكم ده وانتم فكرتوها جينيتيك. الاكواير على شكل ام سي الاكواير بريديو بلاستس سندروم اللي اسمها نون هيريديتري بريسبوزيشن تو كانسر. دي كاتيجوري ايه بتنزل في سؤال تاني؟ يعني ايه اكواير بريديو بلاستس سندروم؟ دي حضراتكم سام كرونيك ديزيز ولكن ميبي بري كانسرس. هي مش مالجنت لكن لها القدره ان تقلب سرطانات. ودي لازم تحفظوا كل الاكزامبلز اللي عندك. اللي هي جاب لهم سؤال كده السنه اللي فاتت كنت طبعا للاسف كان في حد واقف على ريال فهو قال لهم السؤال نزل كده وشوفوه في السنه اللي فاتت في امتحان الترم الاولاني. كان اعتقد سؤال مهم مش عارف اول سؤال حتى. فراح جاب لهم جيبن اكاونت الاكواير بريدي بلاستيك سندروم كده. كان واقف استاذ مش هقول اسمه طبعا. المهم يعني كان واقف فالعيال قالوا له ايه اكواير بريديو بلاستيك سندروم؟ قال لهم يا بار مش عارفين البار دي بلاستيك سندروم؟ البار ده بتكوزه بتاسه في مريكا تيوب ودي كلمتين فالبار راحوا كاتبين كلهم بار دي بلاستيك سندروم فراح منزل عليه اللي في بريديو بلاستيك او اللي في البار دي بلاستيك بدون درجه فطبعا محدش يفرض علينا حاجه في السجن تعبيره طبعا وصلنا ازاي هنساوي واحد فاهم ريدو باستر وبار باستر علينا يا باشا صفر 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 اللي كل كده بكره هنتحرك نفرد فاهمين مش مانع هم راحوا مدربينها في العدل وعسلان وقامت تبشرهم وكتبوهم واعتقد السنه دي ممكن نفس الكلام يحصل مره لكن سنه اتصرف حاجه موجوده في الكتاب نصك والعمل مش جابوه الكرينيو بلاستيك سندروم مش بارع اللي هي النون هيريديتر بريسبوزيشن لازم تعرفوا كل الاكزامبل عليها لان هي مجموعات في كرونيك انفلاميشن بتقلب سرطان هقولها بسرعه ايه اشهر كرونيك انفلاميشن بتقلب سرطان عندنا في مصر؟ الدارزيز اوف يورينري بلادر وليس الانتستين الالسيرتيف كولايتس مرض القولون الالتهابي المتقرح مشهور في انجلترا اسكتلندا وفرنسا والمنصور حضراتكم الاتروفيك كاسترايتس اللي هي الاوتو اميون كاسترايتس اللي كانت عند واحد اسمه راسبوتين زي ريديو درماتايتس ان شاء الله منفعل المنفجر اللي منفعل عندنا هينفجر هيحصل لنا ان شاء الله زي السيفلس لان السيفلس ما بيلبسش سرطان بس السيفلس فاكر ما بيلبسش سرطان الا فين؟ تي السيفلس هي اللي بتسكن السيفلس بحرف الاس ما بيلبسش سرطان الا فين؟ تي ايه تي؟ طن ترش طن بوم تمام لان حضرتك الحاجه اللي بعديها الانفكشن التي بي التي بي بحرف الايه؟ التي ما يلبس سرطان الا الاس الاس سكين ساكس ده بنسميه لوبس بلجاس لوبس بلجاس الزبا الشرقي مفهوم ده مهم ده ريتم ده كان ساعتها بخمسه مش فاكر او ست درجات كمان لان في مجموعه ثانيه ستونز الجول ستونز مصاري المرارة المشهورة في الفيميل الفاتي فاكر الفرتايل او الفورتي واليوريدري ستونز المشهورة في الرجال ممكن كمان الهايبر بليزيا والميتابليزيا والديسبليزيا حضراتكم ما تعرفوش هايبر بليزيا دي سرطان مش هي بري كانسرس مش كان البليزيا دي سرطان الميتابليكيا ما في الاندوميتر هايبر بليزيا والاندوميتر والميموري هايبر بليزيا والاندوميتريكيا في عندنا كمان بناين تيومر حد يعرف ان هاي تيومر بيلز رباهم بس 100% 100% ترانزيشن سيل بابيلوم سموها دلوقتي بيلز بابيلوم انت تعرف حاجه اسمها بيلز بابيلوم
اللي هي كتب لك جي اي تي ادينومس ادينومس بورك لو انت عاوز دقيقه وتعدي لي عليه اسمها الفيلاس. في عندنا عدد زي الليفر سيروزس اللي هي سرطان زي الباريكوز السا اللي قدامكم ده ليفر سيروزس. يعني ايه ليفر سيروز بالعربي؟ برضه كم لغة العرب صابون كده؟ جميل لك كده ليفر سيروز بالعربي لو ترجمناها مرض الكبد الاصفر. فهمت ازاي؟ امال ليفر سيروز برضه لا ايه كمان؟ زي الفاريكوز السر تاني سرطان. فاريكوز السر عندنا بتاع سرطان اسمها مارجولين السر لو انتم مش واخدين بالكم ده نوع من انواع الوند زي الباجيت ديزيز اوف ذا بون زي عندنا عند ساند تيستس. كل الحاجات دي ده مقدس اللي مش هيذاكره لا يلومنا الا نفسه. في سؤال كنت بحكيلكم عليه في الشابتر بتاع الاكتيفيشن سكندري رياكتيف انا بعملها اقول افتكر عشان اسجل الكلام ده عشان بعد الامتحان منهم ما جاش يعني القصه ماشيه ازاي. موليكولار بيز اوف كانسر تنفع عليها مش تنفع عليها مش تنفع عليها على راسك تنفع عليها اللي تذاكر اللي انا بقول لك بعد كده تجيب الحاجات دي تعمل ايه؟ تقراها ولا تفهمها؟ قدر ما نحبش لبسها فين؟ هو قال لي كده وانا اعتمدت ومش عارف ايه فانت هيبقى عندك في السب كونشس انت مرتاح هتذاكر. لكن لو انت حطيت قدامك الجبل كله ولا تفهم حاجه خالص خالص الحاجات دي طبعا رائعه و ولا كنت شرحتها زمان لسه ما خلصناش. كل الكلام ده انا مش عارف الشغل ايه بتاع خالص. الظروف لا تتحمل بلد بتمر بظروف صعبه فاحنا طب ليه بتقولها يا دكتور بتاع الثقه؟ انا عارف لازم الامتحان بتاعكم انتظار الامتحان هو ده سنه لازم النظام لازم النظام لو هيجيبوا في النهايه ولا في معيدين يكتبوا اللي قبل الامتحان. ما انا اطلع ان العيال بره ده في ما خلصتش في حته هقول بعد كده هخلص واخش في اللي بعده. تعرفين انه بكره اخر مره ولا تاخد مره خمسه؟ روح كل ده انا مش بطنش. طيب ما تخسرش دي على فكره ما تجيش ليه؟ بس تيجي يا مسكين في حته لسه باقيه وانا قلتها وكنت هقول لكم هقولها في الاخر هقولها في الاخر سيبكم ده كله بس كلينيكال اسبيكتس ده بيتورد ازاي؟ يقول لك كده ليست او النمرين جوز اوف ديس ان بنايت تيومر يعني انا بسرعه كل حضرتك ان جنرال بنايت تيومر ده نوت جود ديس اكسبت الرايز ان فايتال اور اثنين ابستراكت ان هول اور ثلاثه فانكشن وطلع من الاندوكراين جلاند اربعه تشينج مليك. طيب ان جنرال المالجنت تيومر كوز ديس ايه الكوز اوف ديس ان مالجنت تيومر؟ عمره ما هيجي يقول لك كل الكوزز كلها لان هم 10. السؤال ينزل كده ان مريض خمسه او الميكانيزم اوف انيميا ان مالجنت تيومر ده مره دي سؤال اربع درجات لان هم اربعه بوينتس. الكوز اوف ديس ان مالجنت تيومر 10 وسهل جدا في حفظهم. اول خمسه يبداوا بكلمه اول حاجه يحصل لوكال اورجان ديستراكشن تاني كلمة هتبقى لوكال تيومر نفسه برايمر تاني كلمة ديستنت اورجان ديستراكشن يعني ممكن تيومر يبقى طالع في حتة تانية ويبقى بيتس في البرين فيبوظ البرين فعلي ممكن كلمة يبقى أول كلمة لوكال اورجان ديستراكشن تاني كلمة ديستنت اورجان ديستراكشن تالت كلمة ما كل دول هيودوا إلى اورجان فيلير من حاجة. رابع كلمة بيغش من البناين فما بالكم لو مالجنا طالع ايه؟ فايتال اورجان مالجنا نتعامل وبستراكشر اوف هول اور ونوع ما نقولش سيكريت هرمون ما عمره ما لقيت تيوبر سيكريت هرمون ولا طبعا التلاوة نقول ما لقيت ترانسفورميشن اللي هو ما لقيت الاساس. يبقى انا كده وصلت لخمسه لوكال اورجان ديستراكشن ديستن اورجان ديستراكشن اورجان فيلير ارايز ان ديستراكشن اوف فايتال اورجان اوبستراكشن اوف هول اور خمسه ودول يجيبوا لكم يوريك تكتبوهم الحمد لله على السلامه.
لان في عندنا بعد كده اشهر سبب للسرطان في المالجنت تيومر، حد يعرفه؟ مال نيوتريشن. المال نيوتريشن اللي تؤدي الى الكاشيكسيا هي اشهر سرطان في المالجنت تيومر، لان السرطان بيتنفيه من اول اسبكتس او التيومر بالذات الجي اي تي. اشمعنى؟ لان اشهر سرطان بيجي لبني ادمين الكور، عشان كده اشهر حاجه بتموتهم المال نيوتريشن. يليها بعد كده الكرونيك توكسيميا بسبب السكندري انفكشن اسوشيتد ويز فيفر. يليها بعد كده الانيميا. لسه قايل لكم ايه الميكانيزم في الانيميا مالجنت تيومر؟ اربعه رد عليه تاني. نمبر 1 لوس اوف بلاد، يعني المالجنت سيلز لها قدره على الانفيجن اوف بلاد فيسل، فتعمل هيموريج جواها ويطلع براها فيفقد الدم فيعالج له انيميا. تاني حاجه مش مالجنت تيومر، بتبعت بتسحب بومر فتعمل بومر ديستراكشن، بوظنا المصنع. تالت حاجه حضراتكم المالجنت سيلز تستخدم الفوليك اسيد والبي 12 والحديد التجاري، فما تسيبش حاجه للهيماتوبويتيك سيلز عشان تصنع ار بي سي. رابع حاجه المالجنت سيلز بتشير انتيجينستي منها وبين النورمال ار بي سي، ففي محاوله من الجسم لقضاء على المالجنت سيلز بيتكون انتي بودي، هذا الانتي بودي بيتحول لفعلين، بدل ما تضرب المالجنت سيلز بتروح تضرب الار بي سي، فتعمل اوتو اميون هيموليتيك انيميا بسبب الكروس رياكشن. واربع ميكانيزم ده هو مره ثانيه. الرقم 8 كوز اوف ديس مالجنت تيومر انيميا. الانيميا بتحصل بكام ميكانيزم؟ اربعه ميكانيزم. ديس ميكانيزم هيموريج وبومر ديستراكشن واللوس او الديفيشنسي بتاع البي 12. الكاشيكسيا عمرهم ما جابوها سؤال في الامتحان. الكاشيكسيا هو ستيت اوف جنراليز سيفير ويستنج، ساعات يبقى معاها فيفر او معاش على حسب الانسان عنده توكسيميا ولا ما عندوش. الكاشيكسيا في معظم الاحيان مش بتكورليت مع السبريد اوف ذا تيومر، يعني مش معنى التيومر سبريد والكلام ده يبقى الكاشيكسيا عنيفه. لقينا ان المالجنت سيلز تقدر تطلع من الماكروفيج الاجهزه المالجنت سيلز تطلع حاجه اسمها تيومر نيكروفايز فاكتور الفا اللي هو بيشتغل على الشفايف سنتر التبريد فبيعمل كاشيكسيا. ارفع كده كاشيكسيا ادي ده. يفضل عندنا اخر سبب للكوز اوف ديس مالجنت تيومر افراز الهرمونز. فين ريت المالجنت تيومر تبقى فانكشن تبقى قادره على افراز الهرمونز لان هي اندفرنشيت، ولكن ممكن تفرز هرمونز بطريقه غريبه جدا بطريقه بارا نيوبلاستيك سندروم. انا قلت بري البارا نيوبلاستيك سندروم هي قدره المالجنت سيلز على افراز مواد ليست نورمال سكريتد من هذه الخلايا. فور اكزامبل اديكم مثال عشان تفهموا. اشهر سرطان في الرجاله برونكال كارسينوم. النورمال برونكال سيلز نورمال سكريتد. فاهمين؟ نيوكس. لو جه برونكال كارسينوما بالذات نوع من انواع برونكال كارسينوما سمول سيل كارسينوما بتبدا تسكريت بارا هرمون لايك هرمون. بتسكريت اس تي اتش لايك هرمون. فبالتالي تخلي الادرينال تطلع كورتيزون، تخلي الثيرويد تطلع بارا هرمون، فبالتالي تعمل تستات الكالسيفيكيشن العميق. هل نورمالي البروكت سيلز بتطلع ميوكس؟ نو. هي طلعت اس تي اتش وبي تي اتش لايت هرمونز. ايه كمان؟ من مثال على على الـ على البارا جلاسس سندروم بعض الامريكان سيلز ممكن تطلع كواجيليشن فاكتور فالعيال يخش المايجريتري ثرومبوزس والدي اي سي ويموت. ادي انسيتفاتس الباردي بلاستيك سندروم دي كوز اوف ديث ان مالينا تيومر. اتس نوت كومن 10% فقط من مالينا تيومرز لها قدره على عمل الكلام كده. خلصنا الكوز اوف ديث ان مالينا تيومرز. جريدنج وستيجنج مش هيجي لكم ريتنج عشان ده فين. الجريد سرعه التيومر، الستيج المرحله اللي وصل لها التيومر. ايه كمان؟ لابراتري دايجنوز اوف كانسر بنستخدم الطرق الاتيه: مورفولوجي نبص عليه تحت الميكروسكوب او سيتولوجي مش هنسالكم عليه. في حاجه اسمها الاميونوهيستوكيمستري. الاميونوهيستوكيمستري بنستخدمه عشان ندكت بعض المواد جوه الخلايا، والاميونوهيستوكيمستري بنستخدمه عشان نعرف السيلف اوريجين اوف اندفرنشيتد تيومرز. طبعا ده اكيد انا ما جيت درسته وقلت لهم انتوا تعرفوا كام الكومن. الكومن أربعة. الليكوسايت كومن أنتي اللي هو السي اسمه سي دي 45 ده بيبقى بوزيتيف في الليمفوما والليوكيميا
الاندوكلوسايت. السيتوكالين بيعرف فيها الكارسينوم الايميثيل زي الهيما. الفايمنتين بيعرف فيه ساركوما. في عندنا الاس 100 بنعرف بيه النيرف سيل ونعرف بيه الميلانوما. اول اربعه اول ثلاثه تعرف لي ده تيومر بارت. هل تيومر بارت بيقول لي ده بينايل ولا بين تيومر؟ بيقول لي السيل اوف اوريجن ان هو ان ديفرنشيال تيومر يعني مليك. ايه السؤال؟ هم عارف ان هو مليك انت عارف السيل اوف اوريجن ايه؟ ده عندك كلام مليك دي ان ديفرنشيال كارسينوما ولا دي ان ديفرنشيال لوكيميا؟ دي شكل بعض واضح خلاص محتاج افرق بينهم عشان الاقي دي عالجه ما تجيش مش عارف ايه ده هو اللي عايز فهمتوا؟ لان الاميونست كيمستري ممكن كمان نستخدمه كبروجنوستيك انديكيتور نعرف بيه مصير العيان. بنعرف بيه مصير العيان فور اكزامبل اي واحده ست عندها سرطان ست لازم نعمل لها ثلاثه ماركر روتين دلوقتي هم اربعه بي ار بي ار كارتين يو كي هاي سكس 7. لو طلع عندها الاي ار والبي ار نعرف الاي ار استروجين بروستيرون ريسبتور هرمون ريسبتور بوزيتيف دي معناها الكي اي 6 7 والهيرتي نيو نيجاتيف ودي معناها ان الست دي البروجنوز بتاعها حلو وحش رائع يعني ساعتها بيديها انتي استروجين وشغال موبايل وعمره ما تيومر يرجع. لكن لو قلت العكس بي ار وبي ار نيجاتيف دي معناها الكي اي 6 7 والهيرتي نيو هايلي بوزيتيف فمعناها المصير زي الزفت. فبالتالي الميلس كريستي بيستخدموا حاجتين اعرف سيلف اوريجن عندي فرانشين تيومر وممكن استخدمه بروبوست ولا نملك في سنه اولى. طبعا في 7000 اكزامبل لكن في سنه اولى بعدين احنا مهتمين ب بريست سرطان بريست اشهر سرطان في السيدات والوقت بقى روتين اي واحده ست عندها سرطان ست لكن لا انت عندك سرطان ست وخلاص لازم نعمل لها فور ماركر بي ار بي ار هارت نيو والبي اي دايما الفكره كلها وهيجيبوها لسنه اولى عشان يفهمها لكم وانتم مش مفهمين. سرطان الثدي تيومر نفسه لو عليه هرمون ريسبتور كتير هرمون ريسبتور حلو وحش بوست للاي ار والبي ار رائع. انا عمال اقول لك انشرح كده وانشكح عشان ما تنسوهاش ولا دي لكن البي اي 6 7 والهيلث نيو بوست زيفت دايما كمان مش هتعرف تقولها دي زيفت بي ار وبي ار حلو بوست. في حاجه بعد كده تيومر ماركرز. تيومر ماركرز ما بعملهاش على السلايد بتوع الباثولوجي ما بيعملهاش اللي بيعملوها حضراتكم بتوع الكلينيك الباثولوجي اللي هم بيعملوها بصراحه ولا بيعملوا اي حاجه بيقعدوا يقعدوا بس على التاريخ عينه الدم حطوها في الكولتر ويشوفوا المواد في الدم. التيومر ماركرز بتبقى اسوشيتد بتيومر عشان خاص بيها تيومر ولكن بتديني فكره ان العيان ده استجاب للعلاج ولا ما استجابش اي نوع من العلاج لان دي بتطلع من تيومر سيلز في الدم فلما نسبتها في الدم تقل معناها العيان استجاب للعلاج ولا ما استجابش فبنستخدمها في الفولو اب بنستخدمها في الفولو اب ما بنستخدمهاش في التشخيص. التيومر ماركرز كل المطلوب منكم اول اثنين ماركرز مش لازم كلهم يعني هيومن كوريونيك بلانتروبين بنعرف فيه تروفوبلاستيك تيومر مش قاعد تحت ده هو رسمي اقول لكم اول مين اول حاجه مش هتفرق معاك رسمي انا فاكر كان حاجه اكتر كده خلصت. اه طبعا خلصت الشابتر التيومر هنحل بس عليها سؤالين ونمشي. انا كان نفسي اخش ديسوردر بلاد فلويشن ريفورمينج بكره بقى هنمشي كله ريفورمينج ستو اباوت ادينوما اكسبت. على فكره السنه دي ممكن يجيبوا الاكس بتاع كتاب موضوع يعني عشان متخيلين عامله ازاي بنايم زي كايما تيومر ارجابسولين مين من دول صح ما عدا من خطا والاجابه الخطا زي كايما لان الادينوما ايبيثيليا سيرم تيومر ماركر طالما شاطرين مش هيجاوبوه ده كان بيوز الدياجنوز اوف نيوبليزا انكلود اوف فورمينج سب بي اس اي الفا فيتو بريدين كارسينو بي 53 مين دول الاجابه بي 53 البي 53 ده عباره عن كارسينو جينوم بي 53 جاردن اوف جينوم تعرفوا بي 53 طب اشمعنى سموه 53 ليه ما سموهوش بي 51
كويسري ده كام ار كام دال كام دال اول ما قاسوه عبر الحسبه بتاعته 53 خاطر العيب عارف ان حسبته غلط دلوقتي هو 51 المهم يعني ده مجانين يا راجل بس انت بتعرف تعرفين نوعيه الاسئله ممكن تقول لكم ايه ام كيو تعرف ايه ام كيو سيد الماتش باتش اللي قدامكم دي فدي بلاين تيومر وفدي بوست تيشو تيومر وثري جيرمز سيل لير نان كابسوليتد تيشو ماس نوت فورين تو ذا اوريجن عارفين الحل بتاعهم دول؟ تعرف حلوها؟ اهم حلول عندكم في المذكره يمكن حلها لكم حل بلاين تيومر وفدي بوست تيشو باللون احمر حلو تيومر اوف جيرم مش عارف ايه ها فورين تيرادوم نوت فورين عملته اتحل اخش بقى في اللي بعديها بدأوا خلاص مايكرو طيب بكره ان شاء الله